ينضم معنا الخبير في مجال الطاقة عباس الشطري. مرحبا بحضرتك سيد عباس. هذا الانهيار هو الثالث لمنظومة الكهرباء لليوم الثالث طبعا على التوالي في مدن الجنوب. هذا الانهيار ما الذي يؤشره برأيك وسط هذه الحالة التي يعيشها المواطن في الوسط والجنوب؟ شكرا لكم ولقناتكم الكريمة ولجمهوركم الكريم. الحقيقة كان الله في عون الناس، في عون المواطنين خاصة في الجنوب، بحيث يعني تكتمل جميع أركان موضوعة الاحتجاجات، ماء مالح في البصرة وكهرباء غير متوفرة وارتفاع درجات الحرارة، إضافة مطالب المواطنين الأخرى. كل ذلك طبعا يدعو المواطنين للخروج للتظاهر والاحتجاج على الحكومة حتى تقدم على الأقل حل جزئي في هذه المرحلة، هو موضوعة الكهرباء بالدرجة الأولى. الحقيقة يعني كل سنة احنا نعاني من موضوعة انقطاع التيار الكهربائي في فترة الذروة، في فترة الصيف خصوصا بعد يعني 15 تموز إلى 15 آب. هذه الفترة جدا حرجة باعتبار ارتفاع درجات حرارة تصل إلى 55 مئوية وحتى 60 مئوية، فما بالك في البصرة التي ترتفع فيها في درجة الحرارة، إضافة للرطوبة العالية التي تصل إلى 90%، وهي رطوبة جدا عالية باعتبار البصرة تقع على منطقة الخليج أو على شط العرب المقارب للخليج، وبالتالي تأثر بقضية الرطوبة في المنطقة. الحقيقة هذا الموضوع يعني هو وزارة الكهرباء أشارت إلى أنه أسباب فنية لهذا الانقطاع، باعتبار أنه الشدان والحصل في محطات الجنوب في البصرة والناصرية والعمارة وإضافة المحطات الأخرى. لكن لا يمكن إقناع لا المختص ولا المواطن العادي أستاذ عباس بأن العطل الفني يستمر لستة عشر سبعة عشر سنة، 17 سنة وهذا الوضع هو كما هو عليه. حتى في كردستان منذ 2014 وحتى هذه اللحظة الكهرباء من سيء إلى أسوأ، حتى في كردستان المستقرة. بالتأكيد مهما قدمت مبررات لن يقتنع المواطن بذلك، باعتبار أن المواطن لديه نظرة أنه هناك حكومات جاءت بعد 2003 وتوفر لديها الوفرة المالية ولديها القدرة الاقتصادية لإنشاء منظومة كهربائية متكاملة. لكن ايضا احنا نركن الى يعني صحيح ربما هذه المطالب هي صحيحه ومنطقيه باعتبار انه يفترض ان يحصل المواطن على مستوى لائق من العيش الكريم، لكن هذا واقع الحال الان في العراق بسبب انه موضوعه المحاصصه وموضوعه الحكومه على المتردي دائما في القضايا الامنيه، القضايا الاقتصاديه، كل ذلك ساهم في ان تكون المنظومه الكهربائيه ايضا ضحيه في هذا الامر. لما تقول لك وزاره الكهرباء انا استطاعت من 2003 من 3400 ميجا واط الى اصل 23000 ميجا واط، هو انجاز، لكن هذا الانجاز يترجم كتجهيز؟ هذا هو اللي يعاني من المواطن. يعني الموضوع يبدو انه اكثر بموضوعه شت داون، موضوع ايضا يتعلق بخطط الوزاره وامكانات الوزاره وايضا الاموال التي تصل الى الوزاره. يعني قانون الامن الغذائي الاخير كان يفترض ان تخصص مبلغ من المال لاجراء صيانات والاجراء ايضا تحسينات في الطاقه الكهربائيه، لكن الارقام التي حصلنا عليها من وزاره الكهرباء تقول اننا لم نحصل على جزء بسيط من هذا المبلغ، وبالتالي يعني فما الذي نستطيع القيام به؟ نرجع لموضوع الشداون اللي حصل في الجنوب وفي المحطات الاخرى. يعني لما تقول لك الوزاره والخبراء الاخرين وحتى الارقام التفصيليه اللي نحصل عليها انه فعلا هذا موضوع فني، وبعض الموضوع يعني اصبح تعرف موضوع الشداون يحتاج كل محطه اذا ما حصل شداون تحتاج الى يعني 48 ساعه اقل شيء لاعاده يعني واعاده الوحدات تباعا، لانه ما ممكن انت تنتج راسا شغل 8 وحدات وانما واحده بعد واحده وهكذا. اكيد هذه القضايا الفنيه ممكن تحصل، لكن الحصول اللي حصل الحدث اللي حصل انها في فتره الذروه، وبالتالي احتجاج الناس واحتجاج المواطنين امر شرعي، لانه يقول لك انا ما اعرف شت داون، انا ما اعرف هاي الامور، هاي قضايا فنيه مسؤوله عنها الوزاره، لكن الوزاره اذا تقدم مبرراتها انه هذا السبب هو اسباب فنيه واسباب يعني في بعض المحطات حصلت حرائق داخل منظومه التوليد، وبالتالي ايضا تحتاج الى استبدال اجزاء مهمه وتاخذ وقت. كل هذا الامر المواطن اللي يقول لك انا هذا ما يعنيني، انا يعنيني الكهرباء مستمره حالي حال دول الخليج مثل ما اشار تقرير الخليج، المواطن اللي اشار انه دول الخليج وغيرها، لكن لا يجب ان لا نقارن الموضوع بدول الخليج، نحن لا زلنا دوله في اطار انتقالي ولدينا مشاكل سياسيه واقتصاديه عويصه، لدينا مشاكل في الفساد في الهدر المالي، كل هذا يحتاج فتره طويله ليحل. اما اذا رجعنا لقضيه الكهرباء اساسيه، الخطط الوزاره اللي وضعتها ربما هي وصلت صحيح فعلا انتاج قبل حدث الشداون الاخيره 23000 ميجا واط، واستبشرت الوزاره انها حققت هذا الانجاز طبعا مع الشراء الحصه الايرانيه والحصه التركيه، ايضا هذا وصل الامر، ولديها ايضا امل في ان يصل خلال اسبوعين او ثلاثه ادخال 1000 ميجا واط اخرى، وبالتالي يصل الى 24000 ميجا واط، ورقم لم يتحقق وصعب التحقق، لكن هو صعب التحقق وسط حاله الاستهلاك العراقي للمنظومه
لمنظومة الطاقة الكهربائية. بعض الخبراء في الطاقة أيضا يتحدثون، هناك إحصائيات تشير إلى أن الاستهلاك في العراق هو ثلث المعدل العالمي وخمس نظيره في الصين وعشر الاستهلاك الأمريكي، بل يقارب ما يستهلكه الفرد في الصين. لذلك يطالبون أصحاب هذه القراءات بوجود نوع من نظام جباية صارم يطبق بقوة القانون. نعم نعم نعم، هو دائما تحصل المقارنة، يقول لك طيب الشركة سيمنز أنجزت منجز كبير في مصر وصل 14000 ميجا وات، صحيح، لكن هذا يمكن تحقيقه في العراق الآن عن نسبة الجباية منحدرة تماما. وزارة الكهرباء لا تحصل على مستوى عالي من الجباية، وتقول لك أنا عندي يعني سلف تشغيلية لصيانة المحطات وشراء المواد الحاكمة وأنا أعاني من هذا الأمر. فهذا طبعا يرجع إلى النظام السياسي، إذا كان نظام سياسي صارم القانون قوي سيجبر الوزارة ويجبر المواطن على أن يكون هناك عنصرين متكافئين، لكن إذا كان النظام ضعيف وليس لديه القدرة على إجبار الطرفين بالتأكيد أنه ستحصل هذه الحالات. شكرا جزيلا لك أستاذ عباس الشطر الخبير في مجال الطاقة.